نبتدي باليوم السابع وخبر بنتكلم عليه كل يوم في الحقيقه وما نلاقيش اي جديد او اي اجابه. اتحاد الكوره تسليم درع الدوري للاهلي قبل مباراه السوبر. ماشي، امتى بقى؟ على حسب الخبر ما بيقولوا انهم بينسقوا مع المسؤولين في النادي الاهلي، اكيد هيكون في طبعا تنسيق وكلام من، لكن برضه تاني وتالت وعاشر التاخر ليه؟ دي حاجه بسيطه قوي، يعني انت سلم الدرع وخلص نفسك من الملف، ليه سايب الملفات كلها متراكمه عليك كمسؤولين في اتحاد الكوره؟ يعني سلم النادي درع الدوري، تعمل حفله تعملش حفله، الموضوع مش فارق بالنسبه للنادي الاهلي او بالنسبه للاهلاويه، يعني احنا خلاص كسبنا الدوري او الاهلي كسب الدوري واحتفل، حتى لو ما خدش دعوه واحتفل، البطوله كانت غاليه قوي في الحقيقه. لكن في نفس الوقت انت اتاخرت كتير جدا، سواء حضرتك كمسؤول حالي او المسؤول السابق، متاخر في تسليم درع الدوري للنادي الاهلي. الحاجه الوحيده في الحقيقه واقتراح يمكن جه على بالي دلوقتي، لو سلمت النادي الاهلي بطوله الدوري مثلا يوم ماتش السوبر، قبل الماتش كده لو في جمهور يحتفل بيه او مش يحتفل بيه ياخد الصور التذكاريه. برضه ده اقتراح كويس، يعني بصراحه جه على بالي، ما اعرفش الاقتراح ده ينفع ولا ما ينفعش، بس ممكن تعوضنا شويه عن تاخر تسليم الدرع يعني. عموما هنعرف الميعاد امتى الجاي ان شاء الله باذن الله. الوطن سبورت